طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة لبرنامجكم عن دروس اللغة العربية للصف التاسع. يا أصدقائي، سنتناول درسا جديدا عن قواعد النحو، وموضوعنا اليوم المفعول المطلق. هيا بنا، انتبهوا جيدا، فلنبدأ. الدرس الثاني، القواعد المفعول المطلق على الصفحة 25 من الكتاب المقرر. يا طلاب الأحباء، سنبدأ ببعض الأمثلة للمفعول المطلق. انظروا جيدا إلى هذه السورة. ماذا فعل الولد؟ شرب الولد الماء شربا. استمعوا مرة أخرى. شرب الولد الماء شربا. فلنأخذ مثالا آخر للمفعول المطلق. كيف تشعر هذه البنت؟ نعم، تشعر بالفرح. انظروا الآن إلى هذه الجملة. فرحت البنت فرحا شديدا. فرحت البنت فرحا شديدا. فلنأخذ مثالا ثالثا. ماذا يفعل الولد؟ نعم، يقرأ كتابا. والآن لاحظوا هذه الجملة. قرأ الولد الكتاب قراءة واحدة. قرأ الولد الكتاب قراءة واحدة. يا أصدقائي، تأملوا الأمثلة التي أخذناها مرة أخرى، وهي: شرب الولد الماء شربا، وفرحت البنت فرحا شديدا، وأيضا قرأ الولد الكتاب قراءة واحدة. والآن يا طلاب الأحباء، فلنشرح القاعدة من خلال الأمثلة. المثال الأول: شرب الولد الماء شربا. شرب شربا. في هذه الجملة شرب فعل وشربا مصدره، وهو منصوب لأنه مفعول مطلق. وفي المثال الثاني: فرحت البنت فرحا شديدا. فرحت فرحا، ففي الجملة فرحت فعل وفرحا مصدره، وهو منصوب لأنه مفعول مطلق. وفي المثال الثالث: قرأ الولد الكتاب قراءة واحدة. قرأ قراءة، ففي هذه الجملة قرأ فعل قراءة
مصدره وهو منصوب لأنه مفعول مطلق. يا أولادي، من خلال هذه الأمثلة السابقة لاحظنا أن المفعول المطلق مصدر وهو منصوب ويذكر بعد فعل من لفظه. والآن فلنأخذ أمثلة أخرى للمفعول المطلق. ركزوا معي جيدا. أكل الرجل السمك أكلا. لاحظوا أن كلمة أكلا مصدر الفعل أكل وهو منصوب. إذن كلمة أكلا مفعول مطلق. ضربته ضربا شديدا. في هذه الجملة كلمة ضربا مصدر الفعل ضرب وهو منصوب، فكلمة ضربا مفعول مطلق. سجدت أمي سجدتين. وفي هذه الجملة كلمة سجدتين منصوب، فكلمة سجدتين مفعول مطلق. والآن يا أحبائي، حان الوقت للنشاط في الموضوع. املأوا الفراغات في الجمل الآتية بالمفعول المطلق المناسب. الجملة الأولى: فهمت الدرس. جيدا، ما الجواب يا طلابي؟ ما مصدر الفعل فهم؟ نعم، أحسنتم، فهما. فهمت الدرس فهما جيدا. فهما مفعول مطلق. الجملة الثانية: فتح والدي الباب. ما الجواب يا أعزائي؟ فكروا بسرعة. نعم، الجواب الصحيح: فتح والدي الباب فتحا، وفتحا منصوب لأنه مفعول مطلق. ممتاز. الجملة الأخيرة: خطب الإمام. فما الجواب يا أعزائي؟ ما المفعول المطلق لهذه الجملة؟ نعم، يمكننا أن نضع كلمة خطبتين. جيد جدا، ما شاء الله، بارك الله فيكم. طلاب الأحباء، انتهى درسنا اليوم. أتمنى أنكم فهمتم قاعدة المفعول المطلق فهما جيدا. والآن تستطيعون أن تستخدموها استخداما صحيحا إن شاء الله. حان الوقت لأودعكم الآن. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.